فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بشكل رائع على خط التماس، وهذا ما يحتاج الريال في مباريات في عملية الضغط والضغط على الخصم وصناعة اللعب. إذن اللاعبون بدأوا بالدخول إلى أرضية الميدان. حكم المباراة وخابير إسترادا فرنانديز الذي كان قد قاد مباراة الريال مع ويسكا 3 أهداف مقابل 2، وكان قد قاد مباراة لسيلتا فيغو خسر في عقر داره أمام بيتيس بهدف مقابل شيء، ولكن اليوم موسم جديد وطموحات. الباس هنالك في ملعب بلباو. هنا الريال اليوم في مواجهة صعبة جدا أمام سيلتا فيغو وفي أرضية ملعب بالايدوس. حارس المرمى تيبو كورتوا ملعوب المحاولة في منطقة الجزاء. خلال 53 موسم سابق كرة بمحاولة في منطقة الجزاء طالت على كريم بنزيما إلى أحضان حارس المرمى روبن بلانكو، سيطر على كرة بشكل مطلوب. هذه كرة ولمصلحة ريال مدريد، غارث بيل في منطقة الجزاء. كريم مرة أخرى، كريم يبدأ الموسم ليثبت بأنه الرقم الصعب وليثبت حقية استمراريته بقميص الريال. يسجل بصناعة غارث بيل ويتقدم الآن ريال مدريد بأول أهداف اللقاء. بيل انطلق 31 سنة بالنسبة لمارسيلو، وبالتالي وضعية كرة تعود الآن، حاول التصل إلى دين سواريز. سواريزي على ري أيضا الصفقة الأهم بالنسبة للبرصة وهي عودة ريال عودة ليونيل ميسي بالإصابة وميليتاو على مقاعد البدلاء. كرة بمحاولة لمصر لم يكن ليصل إلى تمريرة مارسيلو في اللقطة الماضية. كرة بمحاولة عن طريق ريجي، لكن أيضا تعود من جديد لمصلحة القائد. عرضية في منطقة الجزاء خطيرة جدا، محاولة سيلتا فيغو، كرة مرت بشكل أو بآخر على يمين حارس المرمى كورتوا، محاولة ملعوبة في منطقة الجزاء. رأسية تأتي لاهري من عشاق ريال مدريد في ذلك التوقيت، محاولة عرضية بالنسبة لمن هي المباراة تغيرت بشكل أو بآخر، تغيرت تغيير كبير، لكن كما ذكرت هو امتداد للمباريات التحضيرية في هذا الموسم. وقد يسجل الثاني، لكن حارس المرمى روبن بلانكو يتصدى لكرة تيكا مودريتش. مودريتش هو اللي لعب، يترقب من أجل عودة بقية الأسماء. 19 انتصار لريال مدريد، واحد من الأسماء الخمس التي جاءت لريال مدريد من خلال هذا الموسم. الرجل القاحث عن الوصول إلى تشكيلة مناسبة خلال الفترة القادمة، أساسي في تشكيلة ريال مدريد. ولا تصل إلى توني كروس، عودة بالكرة والمحاولات الماضية. كاسيميرو من هذه المسافة يسدد، لكن محاولات الريال على المرمى أكثر. هذه محاولة بنزيما، محاولة الوصول إلى غارث بيل. غارث بيل روبن بلانكو يتصدى لحاولة أفضل لاعبين للهدف الثاني لتستمر الأمور بهدف مقابل لا شيء. كرة تعود من جديد، رأسية من بنزيما بشكل كبير في هذا الموسم. كرة محاولة خطيرة 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 خطيرة. التعادل يأتي في الوقت بدل الضائع، خطأ كارثي في خط دفاع الريال، والتعادل يسجل في اللحظات الأخيرة. من يبدو بريس مينديز يستغل خطأ القائد راموس ويضع كرة في شباك تيمو كورتوا. فاران هذه الأخطاء لا يأتي بها راموس، هو ما في غيره رافائيل فاران ينكب مواطنة.